انت هتطلب نفس الطلب؟ ما انت عارفه ما بغيرش. تصدق يا لطفي انا اكتشفت ان اكتر حاجه كنت بحبها فيك انك ممل. لا يا شيخ. والله العظيم الراجل الممل ده الواحده تحس معاه بالامان والاستقرار، دماغها ما بتفكرش كتير ولا بتنكش وراه، عاداته معروفه، من الاخر كده ممكن تظبط ساعتها عليه، راجل مريح. عشان كده لما حياتي اتغيرت وبقت مش مستقره طلبتي الطلاق. لا انا حسيت ان انا اتجوزت واحد معرفوش. احنا بنتغير يا لب، بنكبر فبنتغير، سنه الحياه. نتغير للاحسن اوكي، لكن نتغير باننا نمشي في سكك مش بتاعتنا، نخبط في ناس بتاذينا، نكتئب ونقعد من الشغل عشان حادثه ملناش اي ذنب فيها؟ لا معلش، ده اسمه كده دلع ماسخ. وانا بصراحه ما احبش ان ابني يتربى في جو زي ده. انت عارفه اكتر حاجه كنت بحبها فيكي زمان هو ان انت صريحه محدده واضحه. بس ما اعرفش بقى ايه اللي حصل، افتكرتيها شطاره باين، ابتديتي تحدفي اللي قدامك بكلام زي الدبش، مش مهم بقى يجرى له ايه. اكدب وانافق يعني عشان اعجب؟ لا بس في حاجه اسمها ذوق، لسان حلو، اسلوب لطيف. هو انت بعت لي تعتذر لي الصبح وكلمتني علشان نتقابل؟ عشان تهزقني يا لطفي؟ ابدا، انا بوريكي بس طريقتك بدوائك كده من اللي انت بتعمليه في الناس. لا شكرا مش عايزه. هو انت بتستاذني قبلها مثلا؟ ده انت بتستمتعي وانت بتعذبي الضحيه كده، تشوفيها بتفرفر في ايديكي. اخلص يا لطفي، عاوز ايه؟ الولد وهتشوفه في المواعيد والاماكن المحدده. اذا اتنازلت عن القضايا اللي انت رافعها عليا، اي اوامر تانيه؟ ما يقمرش عليكي عدو يا اميره انت يا طيبه. وناش ضمني بقى ان ده مش كلام مدهون بزبده ولا فض مجالس. هي تلاجه؟ هي تلاجه هديك معاها ضمان؟ انا بكلمك عن ابني وابنك اللي ما شفتوش بقالي شهر يا لبنى. قلت لك 1000 مره اني كنت مشغوله اغنيها لك. انا من واقع خبرتي مفيش حاجه تخليكي تنفذي الكلام ده. والقضايا اللي انت رافعها كلها في شنك يا لطفي، والحضانه كده كده معايا. الحضانه دي انا هاخدها منك، المحاكم لعبتي يا لبنى. انت نسيت انا مين ولا ايه؟ طوعني يا لطفي. بلاش بلاش انت يا لبنى. تطلبي ايه؟ طيب افتكر كويس بقى يا لطفي ان انت اللي بدات. فين ده؟ انت اللي بتبتدي دايما يا حبيبتي، ليديز فيرست. لا لا يمكن، لا يمكن تكون انت اللي بعت لي الكلام ده الصبح فعلا، لا طبعك ولا اسلوبك. ما طبعا مش انا، عارفه ليه؟ لان انا لسه بعقلي ما اتجننتش. ماشي براحتك يا لطفي. ماشي عادي براحتي. ايه يعني؟ حضرتك هتطلب حاجه ولا كده خلاص؟ هطلب يا سيدي هطلب. هو خلاص المكان فاضي؟ ما فضلش غيري؟ براحتك. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية بتبدأ من 149 جنيه و99 قرش.